أخبار اليوم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ أخبار اليوم مع الشيف نبيل عباس وحلويات رمضان. أهلا بكم، أنا الشيف نبيل عباس. النهاردة إن شاء الله هنعمل لكم القطايف بالقشطة. عندنا المكونات هنا، أنا عندي قشطة، القشطة دي أنا ضربتها مع شوية لبن عشان تفك شوية تبقى معنا بالشكل ده، وحطيتها هنا في الكمع بتاع التزيين ده او الماكينه بتاعه التزيين. عندي كميه من القطايف، وعندي هنا سوداني محمص ومبشور مبهوش خشن، وممكن نستخدم فستق لو متوفر. وعندنا هنا كميه من العسل اللي احنا عملناها قبل كده. هنيجي بقى للطريقه. هنجيب القطايف بالشكل ده كده، ونقفلها نص قفله كده، وباستخدام المكنه هنملى. بالشكل ده نحطها كده. كمان واحدة هنجيب حبة من القطايف، هنقفل كده نص قفلة بالشكل ده، وفي الحتة الفاضية التجويف ده هنملاها بالقشطة. هنكرر العملية دي لحد ما نخلص الكمية اللي عندنا. وبعد ما نخلص الكمية اللي عندنا هنحط شوية كده من السوداني على الوش، ومعلقة من العسل بالشكل ده. انا هخلص الكمية وهوريك هتبقى عاملة ازاي. وده شكلها النهائي اهو، بعد ما خلصتها وحشيتها بالقشطة ورحت مزيناها بالسوداني والعسل، تتقدم بلدة. اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله بكرة.